السلام عليكم متابعينا الأعزاء. على الرغم من حقيقة أن الجميع يفهم مدى خطورة الطريق، فبالنسبة للكثيرين الرحلة بالسيارة هي نوع من الراحة، فالطريق يسحر بالإبهار، ولكن يجب ألا تفقد يقظتك أبدا، لأنه في أي لحظة يمكن أن يحدث موقف غير متوقع للغاية. لحسن الحظ لا توجد حوادث على الطريق فحسب، بل توجد أيضا لحظات مضحكة. سنريكم اليوم أكثر اللحظات إثارة للاهتمام على الطريق والتي تم التقاطها بعدسات الكاميرا، فابقوا معنا لمتابعة ذلك. لكن وقبل أن نبدأ، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. من كان يظن بأن شاحنة أخرى ستتدحرج فجأة من على الجبل، دفعت الشاحنة التي كانت على الطريق وسقطت الشاحنة في المنحدر. لكن بالنسبة لهذا السائق لا يوجد عذر، أعتقد أنكم جميعا تتفقون معي على أنه فقط غبي. لا تعرف كيف توقفت السيارة، امشي على أقدامك. ضع لايك تحت هذا الفيديو إذا كنت تتفق معي. تم تسميته بالمجنون، وقالوا إنه لا يستطيع التزحلق بكل هذا الحمل، لكن هذا السائق ليس من أولئك الذين يتراجعون أمام الصعوبات. إنه يعرف ما يفعله وسيسلم البضائع بأي ثمن. كان سائق الشاحنة هذا في عجلة من أمره، وقرر أن يسلك طريقا مختصرا، آمل أن يكون لديه سبب وجيه لانتهاك قواعد المرور. قرر هؤلاء الرجال نقل الدراجة إلى الجانب الآخر، وذلك باستخدام مثل هذا الجسر المرتجل. لقد تصرفوا بحذر ودقة شديدة، ولكن عندما كانوا على وشك الوصول سقطت الدراجة النارية في النهر. إن هذه الفكرة كانت محوفة بالمخاطر منذ البداية. سئم هذا الرجل الحياة وخرج على الطريق منتظرا السيارة، لكن كل شيء لم يسير وفقا للخطة. من كان يظن أن حافلة صغيرة ستظهر فجأة على الطريق تجر عربة يجرها حصان، شاهد بنفسك ما حدث بعد ذلك. وها هو سائق آخر لا يستسلم حتى الأخير، اتضح أنه يمكنه السياقة حتى على مثل هذه العجلات. لم أصدق ذلك أبدا حتى رأيته بأم عيني. قاد هذا الرجل إلى الجانب الخاطئ من محطة الوقود، ولكن بدلا من تصحيح الخطأ قرر سحب الخرطوم، على الرغم من أنه من الواضح أنه لن يأتي شيء جيد. هذه المرة كان على شرطة التعامل مع منتهك خطير للغاية، كان مسلحا أيضا، وتعتبر أسنان التمساح سلاحا خطيرا للغاية. لكن لم يكن من السهل تخويفه للشرطة، فقد تمكنوا من إعادة الزواحف إلى البركة. نصيحة هذا الرجل ساعدت السائق حقا، فقط هو نفسه كان مغطى بسحب من الرمال. هذا هو نوع الامتنان، إنها غلطته، لم يكن من الضروري الاقتراب. حسنا، ربما يكون لدى الجميع أياما كهذه، عندما تريد تدمير كل شيء من حولك. يسمي الكثيرون السيارات حصانهم الحديدي. اليوم عدد قليل جدا من الناس يركبون الخيول على الطرق، لكن يبدو أن هذه الحيوانات ليست مستعدة لإفساح المجال للنقل. انظروا كيف أنهم توقفوا بسبب هذا القطيع، كان لابد من إيقاف حركة المرور. على الرغم من أنه لا يمكن قيادة أحمال ثقيلة جدا على العديد من الطرق، إلا أن سائقي الشاحنات غالبا ما يتجاهلون هذه القيود. انظر أين يقود هذا. ذهب هذا السائق للتجاوز في لحظة مؤسفة للغاية، كانت هنالك سيارة أخرى تتجه نحوه وخلفها أخرى، فقط المعجزة ساعدت في تفادي الاصطدام.
حسنا، اختفت العجلة وهذا سبب للتوقف. أتفاجأ دائما كيف يمكن نقل هذا الحمل الثقيل على مثل هذا الطريق، لكنني متأكد من شيء واحد، يوجد خلف عجلة القيادة محترف حقيقي. ليس كل يوم يمكنك أن ترى كيف تندفع السيارة عبر الحقول. يبدو أن هذا المجرم يحاول الهروب من العدالة، لكن الشرطة بالفعل أمسكته. لقد رأيت أكثر من مرة كيف يتم إنزال القوارب في الماء، ولكن كيف يتم تحميلها من الماء مرة أخرى؟ هذه للمرة الأولى التي أشاهدها. ماذا عن كانت؟ هذا الخلاط الخرساني يغرق في الخرسانة التي تنسكب في البرميل. من الواضح أن هذه السيارة صغيرة لتحمل مثل هذه الكمية الهائلة من التبن، لكنها تقوم بعمل رائع. كان هذا الخلاط يعبر الجسر وانهار تحته مباشرة. لم ينهار الجسر فقط، وتضررت أسطوانة خلاط الخرسانة. أنا متأكد من أن هذه المرة الأولى التي ترى فيها كيف يتم تفريغ الحمولة بهذه الطريقة. حدثت فيضانات في العديد من المدن هذا العام، وفي هذه اللقطة جرفت المياه معبر المشاة. يعاني بعض السائقين من الملل، ويسعدون أنفسهم بهذه الحيل التي ستساعدهم على أن يصبحوا من نجوم اليوتيوب، وهذا الذي حققه هذا السائق تقريبا. إن كراهية الخيول للسيارة أمر مفهوم، ولكن لماذا لا يحب هذا الثور راكب الدراجة النارية كثيرا؟ كما أنه لا يحب محطات الوقود، يبدو أنه يكره كل شيء حوله. سقطت عجلة هذا الخلاط أثناء الرحلة، لكنه استمر في التقدم. يبدو أن هذا السائق كان يفكر في شيء ولم يلاحظ دخوله في مسار آخر في آخر لحظة قبل الاصطدام. استدار إلى الجانب، ولكنه فعل ذلك بشكل مفاجئ وفقد السيطرة. نكون الآن قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، فنتمنى أن تكون هذه المقاطع قد نالت إعجابكم. نراكم بالفيديو المقبل إن شاء الله.